انا فاكر احنا كنا 10، يعني كنا 8 حيين واثنين راحوا في الوقت الضايع. عارف زي من يوم ما اتعرفت على والدتي الله يرحمها وهي حامل، ماما هي ايه يا ماما هدوا اللعب شويه، بابا جاب تلفزيون خلاص بقى. عارف ازاي؟ لكن كل شويه، لكن كنا 8 وبفضل الله سبحانه وتعالى محدش فينا طلع بايظ ولا مدخن ولا مش عارف ايه. ليه؟ لان ابونا وامنا الله يرحمهم كانوا ناس طيبين، كانوا ناس ملتزمين، كانوا يحبوا الله سبحانه وتعالى، فربنا بارك لهم فينا، خصوصا فيا انا بالذات، لان كلهم وحشين. انا فاكر يعني والدي الله يرحمه كان يحب اخويا الكبير جدا جدا، لانه كان الولد الاولاني جه على بنات، انا حبيني بالاقتناع بالمفاوضات، انا اقنعته، فانا كنت بطل مصر، فانا بطل بينج بونج اخش له، كانوا يخافوا منه، اول ما يخش كله يبعد عنه، انا استنى ابص كده، ازيك يا حاج؟ بابا بص في التلفزيون ابنك ايه بطل مصر. عارف ليه؟ لانك ربيتني احسن تربيه، هو كان بيجينا على قفايا طول النهار، بس ربيتني احلى تربيه، شايف ابنك بطل مصر، واقعد على حجر والعب واعمل له مساج، يعني كل واحد فينا عاوز يحب ويتحب، فاحنا ركزنا عليه انه خطر بقى انه يضربنا وبتاع، لكن كان حنين جدا وكان طيب جدا وباني جوامع، ومن الساعه 4 الصبح يعمل لنا السندوتشات وياخدنا ويوصلنا لغايه المدارس بنفسه، ولو حد جه جنبنا يقتله، ما حدش يضربنا هو بس، لان هوايه. فانا كنت اقعد معاه واخبارك ايه يا حاج وبتاع، وبعدين نطلع اقول له شوف انا بطل مصر، هات بقى 10 جنيه. ليه؟ هشتري شورت، شورت ب 10 جنيه ده البدله بحالها بجنيه وقتها. شورت الابطال حاجه ثانيه خالص، مش بطل. انت عايز يبقى ابنك بطل كده ببلاش يعني؟ فكان هو كان بيشتغل مقاول، كان من اكبر المقاولين في مصر وقتها، فكان ياخدني معاه عشان اجيب له فلوس من المنتزه وبتاع، كنت اتكلم مع هناك بالناس الاجانب بالانجليزي، فاقول له عايز كام يا حاج؟ يقول لي هات لي 1000 جنيه. طب في مفاوضات هتبدا بقى، لو جبت لك فلوس تديني ايه؟ فانا برمجته، هو برمجني لما اتولدت وانا برمجته، فعلى المفاوضات عاوز حاجه تدفع، وانا هبقى بطل مصر جدعانه كده ادي ولا ايه؟ عايز تمشي فخور بيا كده وخلاص؟ هي الفخر دي شويه يعني؟ فكنت اقول له عاوز 1000 جنيه؟ يقول لي اه. طب تديني ايه؟ يقول لي انت عاوز ايه؟ انا قلت له كنت عايز موتوسيكل، قال لي لا خطر عليك، فقلت له هات فيسبا. عارف بتغير ادراك شويه المعنى. قال لي الفيسبا دي على عجلتين؟ قلت له عجلتين صغيرين خالص كده وشكلها حلو جدا ومن ايطاليا حاجه اخر حلاوه. قال لي بس خطر عليك، قلت له عمار بيد الله، انت راجل الحاجج، العمار بيد ايه؟ بيد الله، ممكن دلوقتي وانا بتكلم معاك اموت. راح موافق، قال لي اديني ال1000 جنيه دول وانا جايب لك الفيسبا بكام؟ قلت له 10%، يعني 100 جنيه وقتي انا. 100 جنيه دول دكتور كبير بياخد 8 جنيه في الشهر، يدفع 2 جنيه ايجار ويدفع جنيه للولاد كلهم ويوفر منهم 4. لما تكون انت عايل معاك 10 جنيه دي يعني مصيبه. فانا رحت اتكلمت مع الناس هناك وجبت له 2000 جنيه، فديت له اول 1000 وخليت الثانيه. اجي ال1000 يا حاج، هات بقى. طيب هديهم لاخوك كبير؟ قلت له لا، احنا اتفقنا ال1000 خديتهم لك ولا اديتهم له؟ اديهم لك. لا اديتهم لي. طب اديني انت مباشره. راح مديني على طول 100 جنيه. قلت له 100 جنيه عيل معاه 100 جنيه. المهم وبعد كده قلت له لو معاك 1000 جنيه تانيين تعمل ايه؟ قال لي في حاجات كتير جدا تتعمل، وعايز ابني لكم وعايز اشتري لكم ومش عارف ايه. طب عظيم، لو انا جبت لك 1000 جنيه تانيين منهم؟ قال لي تقدر. قلت له لو مش كل حاجه امكانيه، يعني هتعترض على كلام ربنا؟ مش ممكن. قال ممكن، لو عندك دول تديني ايه؟ قال لي عاوز ايه؟ قلت له 10%، لان الفيسبا اللي هتجيبها لي محتاجه مصاريف، وانا بطل، والبطل عايز الشورت، الشورت ب 10 جنيه والمضرب ب 20 جنيه. عارف ازاي؟ فسكت، فعمال يضحك. رحت مديله ال 1000 التانيين، بس ايه ده مش معقول، برافو عليك. قلت له قبل ما تمدحني اعطيني. ما تبقاش حلو الكلام قليل الاحسان، خليك شاطر كده عشان احبك واجيب لك تاني. وراح مديني فلوسي، مشيت في الشارع معايا 200 جنيه، اشتريت فيسبا وكنت ملتزمات طبعا، جبت لها سرينه وحاجه اخر حلاوه، والفيسبا بتاعت ابراهيم فيها كانت حمراء، فيسبا ب 100 جنيه وقتها، كانت اي عربيه كانت ب 150 جنيه 200 جنيه، فكانت تحفه. ليه؟ تعبت اشتغلت وجاهدت وكافحت وتوكلت على الله وخدت اللي انا عاوزه.